يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية العظمى في القاهرة 22، الصغرى 14، جو معتدل، الإسكندرية 21 13، مطروح 22 12، بورسعيد 22 15، الإسماعيلية 23 13، أما محافظة السويس العظمى فيها 23، الصغرى فيها 11، العريش 23 11، طابة 22 14، شرم الشيخ 26 17، الغردقة 28 17، أما محافظة الأقصر العظمى فيها 29، الصغرى فيها 13، أسوان 29 15، الوادي الجديد 28 13، شلاتين 28 21، حلايب 27 21. ولأن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من عواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.